لا تزال عمليات الخطف في عفرين المحتلة مستمرة كوسيلة ابتزاز للحصول على فدى مالية أو بهدف التضييق على من تبقى من سكانها الأصليين لدفعهم إلى النزوح وترك ديارهم. ما تسمى بالشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي داهمت منازل المدنيين في قرية حجيكو تحتاني بناحية راجو في ريف عفرين المحتلة، واختطفت على إثرها مدنيين اثنين بهدف ابتزاز ذويهم وتحصيل فدية مالية، واقتادتهم إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب بحسب ما وثقته منظمة عفرين لحقوق الإنسان. وعلى صعيد متصل، استولى فصيل الحمزات الإرهابي على عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون في قرية شوربة بناحية معبطلي تعود ملكيتها لمهجري القرية بعد تزوير مستندات التمليك الخاصة بهم. في الأثناء يستمر فصيل السلطان مراد الإرهابي التابع للاحتلال التركي في قطع أشجار الزيتون المعمرة، حيث قطع عناصره أكثر من 90 شجرة زيتون في بلدة ميدانكي بالقرب من مدينة عفرين بشكل عشوائي بهدف احتطابها وبيع حطبها في أسواق المدن المحتلة بشمال سوريا. وبلغ عدد أشجار الزيتون المعمرة التي قطعها كل من فصيلي الجبهة الشامية وسلطان مراد الإرهابيين في قرية ميدانكي أكثر من 5000 شجرة زيتون معمرة و4000 حراجية بهدف بناء مستوطنات جديدة وقواعد للاحتلال التركي بحسب إحصائيات منظمة عفرين لحقوق الإنسان.